متتبعي قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، مرحبا بكم. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله جيت باش نذكركم بموعد صرف منحة تيسير للموسم الدراسي 2021-2022. إذا جيت باش نذكر التلاميذ والتلميذات والأسر ديالهم بأنه الموعد ديال صرف منحة تيسير قرب، وغادي يكون ان شاء الله من 12 ابريل اللي هو 12 في شهر 4، يعني هو الشهر اللي فيه حنايا، الى 12 ماي يعني 12 في شهر 5، يعني لمده شهر. الاسر المغربيه اللي عندها التلاميذ ديالها ولا اللي عندها اولادها اللي كيقراو في الابتدائي والاعدادي غادي يشدوا منحه التيسير، وهذه المنحه كتخص الفتره الممتده من اكتوبر يعني من شهر 10 الى يناير يعني شهر 1، من اكتوبر 2021 الى يناير 2022. إذن هذه هي الفترة اللي غادي تخلصوا فيها، صافي. بالنسبة للفترات اللي قبل تخلصتوا فيها، وبالنسبة للفترة من يناير الفوق هذيك غتخلصوا فيها حتى من بعد. إذا هذا الشطر هذا من تيسير غادي تشدوه إن شاء الله ابتداء من 12 أفريل إلى 12 ماي 2022. إذا هذه بالنسبة للفترة اللي غادي تشدوا فيها هذه المنحة. بالنسبة للإجراءات، كيفاش غادي تشدوا هذه المنحة؟ إذا كما جرت العادة، المنحة كتشدوها من بعد ما تتصلوا بواحد التوصيل، كتمشيو عند المدير ديال المؤسسة اللي تابع ليها ولدكم، غتمشيو عنده غادي يعطيكم واحد الوصل. داك الوصل شنو فيه؟ فيه داك الكود اللي كتمشيو للبوسطه وبه كتشدو داك الفلوس. سؤال اخر اللي غادي يجاوب عليه هو كيفاش، ولا واش كاين شي وقت محدد لكل مؤسسه، ولا فوقاش ما بغيتي تمشي تجيب داك الفلوس تمشي تجيبهم؟ لا، اذا الوزاره ولا المديريه الاقليميه، اذا المديريه الاقليميه اللي تابعين ليها داك المؤسسات، اذا كل مؤسسه كيكون عندها واحد التوقيت خاص. مثلا واحد مؤسسة معينة، واحد مؤسسة اكس عندها مثلا 4 ايام، مثلا 12 13 14 15، يعني غادي يشدوها التلاميذ والتلميذات ديال داك المؤسسة في 12 13 14 15، صافي. اذا هذه هي الفترة محددة لداك المؤسسة، وهذا الشيء كيديروه باش يتفاداو الاكتظاظ وكذلك للحفاظ على التدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. اذا هادو هما الاجراءات اللي غادي يديروا. بالنسبة للتوصيل غادي تشدوه من عند المدير ديال المؤسسة اللي تابع ليها ولدكم ولا اللي كيقرا فيها ولدكم، غتمشيو عنده غيعطيكم داك التوصيل. من بعد ما غتشدو التوصيل غتمشيو لأقرب وكالة ديال بريد بنك، غادي تشدو من هذاك المبلغ إن شاء الله اللي كنتمنى أنه يفيدكم ويفيد الأسر المغربية باش أنها تقري وليداتها في أحسن الظروف. هادشي لا يعني بأنه هاد المنحة كافية، هي ليست كافية، وكنتمنوا ان الوزاره انها تزيد في هذه المنحه وتكون واحد المنحه اللي هي مثلا شهريه وتكون محترمه، اللي فعلا غادي تساعد الاسر باش تقري وليداتها احسن الظروف. اذا هذا هو الموضوع اللي جيت نهضر لكم عليه اليوم، اللي هو خاص بتيسير. غادي نعاود لكم تذكير بانه الفتره اللي غادي تشدوا فيها هذه الفلوس من 12 ابريل يعني من 12 في شهر 4 الى 12 ماي يعني 12 في شهر 5، يعني لمده شهر، ولكن ماشي هذه المده كامله يمكن لك جبد فيها داك الفلوس. لا، كل مؤسسه عندها مده خاصه ديالها، يعني المدير ديال المؤسسه ملي غادي تمشي تجيب الوصل ديالك غادي يقول لك الفتره ديال المؤسسه، صافي. فوقاش الاسر ديال المؤسسه اللي كيقرا فيها ولدك غادي تشدوا داك الفلوس. اذا خليتكم على خير، وكنتمنى انكم تدعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.